السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في لاشين يوتيوب كويزين هاجر. نتمنى الى عجبتكم لاشين ديالي ما تنساوش تخليو ليا لي لايك لي زابوني، وجبت لكم الشباكيه الصراحه اللي كتجي زوينه وكتجي هشيشه ورطبه، ونتمنى الى عجبتكم تجربوها صراحه كتجي زوينه بزاف، حسن ما تشربوها من السوق. عندنا هنايا كيلو ديال الطحين مزيان ديال الحلوه، عندنا هنايا راس المعلقه ديال الملحه، هذا معلقه صغيره الخماره، عندنا جوج معالق كبار ديال النافع وحبه حلاوه مطحونين ومغربلين، عندنا معلقه ديال القرفه، عندنا هنا كاس معمش ديال الزبده مذوبه يعني طايبه مزيان حتى تولي بحال الزيت كتنشف من داك الماء، عندنا كاس معمش ديال الزيت، عندنا هنايا كاس كبير فيه الزنجلان محمر ومطحون واللوز محمر ومطحون بقشورو. ما عندكمش اللوز تقدروا ديروا كاوكاو، ما عندكمش كاوكاو تقدروا تكتفيوا بالزنجلان بوحدو يعني كاس يكون كبير ديال الزنجلان مطحون ومحمر. عندنا هنا نص كاس ديال الخل، وعندنا ملون غذائي زعفران، وعندنا قرعه ديال المزهر. كما كتشوفوا نخلطوا جميع المكونات، يعني كيف ما قلت لكم تقدروا ديروا كاس ديال الزنجلان محمر ومطحون الا ما عندكمش كاوكاو او اللوز، ولا عندكم تقدروا ديروا نص كاس ديال الزنجلان ونص كاس ديال الكاوكاو او نص كاس ديال الزنجلان ونص كاس ديال اللوز، انتم عندكم الاختيار اللي متوفر عندكم. كنشدو كاسرونه كنديروا فيها نص كاس ديال الخل، كنزيدوا عليه ديك القرعه كامله ديال المزهر ديالنا، كنديروا ملون غذائي وغادي نشعلوا عليهم البطاطا يسخنوا بهم باش نجمعوا العجينه. كنخلطوا العجينه ديالنا حتى تترمل بداك الزيت والزبده، يعني تولي عندنا عجينه مرمله عاد باش نعجنوها بداك الخل والمزهر اللي رديناه كيسخن. يعني كيف ما كتشوفوا غادي تحلوها مزيان باش يدخل هذاك الزيت والزبده. بعد ما سخن يعني ما يكون سخون بزاف كيحرق، دابا غادي نجمعوا ديك العجينه ديالنا، يعني ما كتجيش العجينه جاريه خاصها تكون قاصحه. يعني نخدموها بجوج يدين نجمعوها مزيان وحنا كندلكوها باش كيتخلط لينا داك الزنجلان اللي درناه واللوز ما كيبقاش مكركب. يعني كيما كتشوفوا كندلكوها مزيان، ما تجيناش العجينه تكون جاريه يعني تكون العجينه ديالنا قاصحه. يعني تقدروا تعجنوها الصباح وفي العشيه عاد تخدموها، كيف ما تقدروا تعجنوها بالليل والصباح تخدموها، يعني ضروري خصها ترتاح باش كطلق. كنشكل العجينه ديالي على كويرات الحجم اللي بغيتو باش يسهل عليكم الدلك، بحال انا ما غادي ندلكها غير بالمدلك ماشي بالماكينه. درت 4 الكويرات كبار ونغطيهم بابي سلفوريزي ونخليهم يرتاحوا، عاد من بعد نشكلهم. بعد ما ارتحت العجينه ديالنا عجنتها الصباح ويعني في العشيه عاد غادي نبداها. كيف ما كتشوفوا كتكون ترخات، هي من الاحسن تكون عندكم الماكينه، ما متوفرش عندكم الماكينه خاصها تدلك مزيان بالمدلك. انا عندي هنايا الطابع وتقدروا ديروها بالجراره، يعني شوفوا نتوما فاش كترتاحوا. يعني انا غادي ندير لها نشكلها بالطابع من الاحسن، كنفضل انا الطابع وكل واحد يعني يقدر يشكلها مثلا بالجراره.
يعني خصكم تلكوها مزيان حتى تجي رقيقة بزاف، يعني حاولوا ترققوها مزيان، يعني هي كتبغي الخاطر. يعني كل ما رققتوها كل ما افضل، يعني كل ما رققتوا العجينه ديالكم كتجي احسن. يعني غادي نبدا نقطعها بهذا الطابع هذا، يعني كيف ما كتشوفوا غادي نزلوا الشريط الاول ونطلقوا الثاني ونزلوا الشريط الثالث ونطلقوا الرابع ونزل الخامس، يعني كيف ما كتشوفوا في الصورة. يعني كيكون عندنا ثلاثة الأشرطة من الفوق وجوج أشرطة من تحت، يعني كنجيو تا الراس وكنقرصوه باش كتلصقنا العجينة باش ما كتحلش. ودابا غادي نهبطوا الشريط الثاني على الأول ونزيدو الثالث ونحطوها فوق الطابلة أو فوق البوتاجي فين غادي تخدمو، وغادي نهز داك الشريط غادي نكحزو شي شويه وغادي نقرصها من الجناب كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. والطريقه ديال الطويان ديال الشباك ديال الشباكيه، يعني كل واحد عنده طريقته، يعني كل واحد كتختلف الطرق. يعني ديروا لي جاتكم سهله، يعني المهم هو العجينه تكون مزيانه، وانتم في الشباك اللي جاتكم سهله تقدروا تشبكوها يعني كيف ما بغيتوا. كاين بزاف ديال الطرق ساهلين كيف ما كتشوفوا. كنهزوا الشريط الاول وكنطلقوا الثاني وكنهزوا الثالث وكنطلقوا الرابع وكنهزوا الخامس، يعني كيكونوا ثلاثه الاشرطه عندنا من الفوق وجوج من التحت. كنقصوا العجينه من الجنب باش ما كتحلش، وغادي نزيدوا الشريط الثاني على الاول بحال هكا ونزيدوا الثالث عليه، يعني الصورة راه واضحة. ونحطو شباكية ديالنا فوق سطح ديال العمل وندخلو داك الشريط، وداك اللي كيبقى عندنا هو باش كنسدو به الجناب وكنقرصوها من الجناب. يعني تقدرون نتوما كيف ما قلت لكم تشبكوها على الطريقة اللي عارفين، يعني عطا الله طرق بزاف وساهلين. كما كتشوفوا كنشرح لكم مزيان باش تشوفوا يعني كيفاش الطريقة ديالها، يعني تبعوا غير المراحل. كيف ما كتشوفوا كتجينا على هذا الشكل هذا. يعني انا غادي نكمل هذا الشيء اللي بقى ليا، ومن بعد غادي نوريكم الطريقه ديال كيفاش نقليها ونطفيها في العسل بما نسالي الكميه كامله اللي عندي، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش. يعني اللي خدمناها نحطوها في شي صينيه او بلاطو، ومن الاحسن نغطيوها بشي بلاستيكه او زيف، يكون شي زيف حدانا شي منديل نغطيوها به باش ما كتنشفش. بعد ما سليت الكميه كامله، يعني كيف ما كتشوفوا سليت العجينه كامله، يعني راه كتجي الصراحه كثيره. كندير مقله خص تكون فيها الزيت بزاف، يعني تسخن ديك الشباكيه تغطى بالزيت. وعندنا هنا العسل، غير العسل يكون بارد
ما يكونش العسل سخون وشباك ينطفوها فيه سخونة، يعني داك السكر ديالنا كيتجمد على الشباكية. ضروري العسل يكون بارد وشباكية نقليوها ونطفوها في العسل. يعني لوحو الشباكية ديالنا تقلى وتكون البوطة ما مجهداش، يعني قليلة باش ما تحرق ليناش وتبقى خضرة من الداخل، يعني تطيب على خاطرها. يعني غير تسخن الزيت نقصو عليها، تسخنها مزيان ومن بعد نقصو عليها، يعني باش ما تتحرق لينا الشباكية، يعني ما نخليوهاش تحمر بزاف، يعني غير تاخد الذهب شي شوية تكون لون ذهب. ومنين كنطفيوها في العسل كنديروا لها الزنجلان اللي حمرناه حتى هوايا، يعني كيف ما كتشوفوا بحال هكا. دابا راه الشباكيه ديالي راه طابت، نحطها مباشره في هذا، نخليها تسقطر من الزيت، كتسقطر تكون شي مغرف بحال الشبكه، يعني اللي تسقطر فيها الشباكيه من الزيت، ومن بعد نضيفوها سخونه للعسل باش كتشربوا. يعني نكمل الكمية كاملة. بعد ما طيبت الكمية كاملة اللي عندي كتجي على الشكل هذا، صراحة كتجي هشيشة وزوينة ورطبة. يعني من الأحسن تصاوبوها في الدار، كتجي أحسن من ديال السوق، يعني تصاوبوها على يديكم. وكيف ما كتشوفوا ما فيهاش شي حاجة اللي هي كتيرة، يعني كتجي بحال هكا، صراحة كتجي زوينة بزاف. ونتمنى الى عجبتكم ما تنسوش تجربوها، يعني كتجي ناجحة 100%. كيف ما كتشوفوا كتجي الصراحة حشيشة وزوينة. ما تنساوش الا عجبتكم القناة ديالي ما تنساوش دعموني بلي زابوني ولي لايك، وان شاء الله في وصفات مقبلة. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم. مع السلامة.